السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ كي دايره الصحه؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جيتكم بواحد الفيديو ديال البريكولاج. عندي هاد البواط كما كتشوفوها، البواط ديال البراوات كما كتشوفوا خوتي اخواتاتي، انا شريتها جديده. انا عندي واحده اخرى، هي هذه، ها هي كما كتشوفوا، غادي نحيدها. ولكن هذه ما فيهاش جبيبان، هذه كتحلي على من برا ماشي من الداخل. هذه عندها جوج بيبان كما كتشوفوا خوتي اخواتاتي. وقلت اليوم نشارك معكم هذا الفيديو مع خوتي واخواتاتي، نشارك معكم هذا التركار ديال البواطه ديال البراوات. كما كتشوفوا كما قلت لكم خوتي اخواتاتي، عندها جوج بيبان. ها هو القفل، هو هذا كما كتشوفوا، هو هذا كنتمنى كتشوفوا، وهذا هذا هو القفل الثاني. وكاينه في الجنب الاخر كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، كاين الباب اخر وكاين باب من هنا. هنا دابا اش بندير انا هذه باش ما نخرج نحلش الباب ونخرج نجيب البراوات، نحل الباب اللي بقى مسدود ونخرج من هنا ونجيبهم من هذه البلاصه هذه كما كتشوفوا من هذا هنا. ما غاديش نخرج من برا كما غادي نوريكم، ما غاديش نخرج من الباب كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. هادشي بغيت نهضر معكم. وهاد البواط على يد راه ساهله، كتهز حتى الى كومونتي شي حاجه في الامازون ولا شي حاجه كتحط. هذه هي اللي غادي نحيدها انا كما كتشوفوا، تهرسات من هنا غادي نحيدها. غادي نحل من هنا كما كتشوفوا، غادي نقطع هنايا كلشي، هاد البلاصه مقطعه نحيدها. وغادي نوريكم الطريقه باش نصيب معكم هاد البواطه ديال البراوات. هادشي بغيت نقول لكم اخوتي اخواتاتي. قلت لكم ما بقيتش ندور لان عندها جوج بيبان، هي عندها باب من هنا وعندها الاخرى اللي غندير زرق خضراء كما كتشوفوا. وخديتها في اللوين ديال الباب، الصباغه ديال الباب كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. هادشي بغيت نقول لكم. خديتها ب 40 اورو كما كدير، واحد 8000 ريال كما تشوفوا خوتي، 8000 ريال باش خديتها. هادشي بغيت نقول لكم. وهي هادي عندها من هنا، عندها القفل من هنا، عندها من هنا، هي في الكرتون ديالها مازال، نحيدها من الكرتونة كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. هذا السواد ديالها فيها الداخل، هي هادي كما كتشوفوا، وكبيرة ما شاء الله، كتهز بزاف. هاكا كنكوموندي كنكوموندي شي حاجة من لازون، كلشي كيحطو. كيحلو من هنا وكيحطو فيها الكادو، داكشي اللي كومونديت انايا باش نقول لكم الكادو، داكشي اللي سميتو كيحطوه فيه. هادشي بغيت نقول لكم. وعندها ديسكوز باش هاد الملوز، لي بتيت ملوز باش نقطع الحيط. وغادي نوريكم الطريقة باش غنحط كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. هادي هي البطاليط، دابا انا عندي زعما الطريقة باش نقطعو هاد الزون دوي درنا هنا نقطعو كاري كيما قلت لكم. وانا اختاريت واحد الحاجه باش نرش باش ما ينعمر بالتراب. غادي ندير غادي نغوزيه بشويه الماء، غادي نرش عليه الماء. وخليكم معايا اخوتي اخواتاتي كما كتشوفوا، وغادي نبداو ان شاء الله بسم الله. كما كتشوفوا خوتي اخواتاتي، قطعتها بهذه الطريقه ودرت ليها الماء باش ما تغبر هنايا. اش بغيت نقول لكم خوتي اخواتاتي، ولكن
كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي، انا حيت لها هذا الكرشي كما كتشوفوا هو هذا كتشوف هذا الجنب. دابا انا كلشي حيتو، كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي هي هادي خرجناها بالطريقة كما كتشوفو. وغادي نتلاقاو باش نركب معاكم الأخرى الجديدة اللي شريت. كما كتشوفو خوتي أخواتاتي، هذا هو فاش كانت البطة ديال البراوات في الأول، هنا تيحطها وواحد كما كتشوفوا ينقي بلاصتو هو الاول. غادي يخدم اش بغيت نقول، انا جبت هاد السطل نجمع فيه كلشي، هاد الخماش حاجاكم، وغادي باش تبقى البلاصه نقيه في النوطه باش ما يتزلق لي شي حاجه تهرس لي الشفي ديالي تهرس ولا شي حاجه تولي رجلي الله يستر. واحد ينقي بلاصتو فاش يخدم، حيت هادشي تاع الدوزان يحيدو ويخدم على خاطرو بلاصه نقيه. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي نقيت هنا كما كتشوفوا باش غنحط رجليا. كما قلت لكم الله يقدر الله يجيب شي حاجه، واحد الحجر وحده كتهرس لك رجلك. حيدوا الحجر وحيدوا كلشي حداكم عاد خدموا. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا معايا دابا غادي نركبوا البوطه هي هادي، وغادي تقول لي علاش ما حيت الكرتونه هنا، علاش ما حيتهاش؟ لان باش ما نخسرها معنا ومعنا باش ما نجرحها حيت ندخلها. دابا غادي نشوف خاصني شي هي هذيك ولا لا. دابا ما جاتش هي هذيك، خاصني خوتي وخواتاتي نحيد ليها واحد شويه من هنا. كما كتشوفوا من هنا ما دخلاتش، ها هي هنا ما دخلاتش. خليكم معايا نوريها لكم واش ما دخلاتش. هادشي بغيت نقول لكم كما كتشوفوا هي هذه ما دخلاتش من هنا، خصني نقطعوا شويه باش ما نجرحش البطة ونخسرها باش تكون نقية وكل شيء. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا خوتي خوتي غنجبد السوار بهذه الطريقة. ها هما خوتي كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، هما هاد السويتات ها هي من اللور، عندها سوار اخرين من اللور كما كتشوفوا خوتي خواتاتي بهذه الطريقة. وها السوار الكبار خرجناهم قبل ما نصيبوها في الحيط نغسلو السوارت، وإلا حطيناها وما سنيناش السوارت راه كلشي ضاع لينا باطل. أجي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي انا خديت العبر، دابا غنديرو 13 من هنا باش تاعش الكوتش. كما كتشوفوا 13 من هنا خوتي خواتاتي، وغنديرو 13 من هنا. هذا هو اللي غادي يبقى على برا، هنا غيدخل الداخل كما كتشوفوا، وغادي كتشوفوا كما كتشوفوا هنا وهنا. كما كتشوفوا هنا ما غيتخرج، ولكن انا قسم ما ندوزهاش باش ما تضربش ليا الحديد هنا، باش ما تضرب لي هذا باش ما نخسرها. الا ضربها الفوقطي صافي غنمشات في النزاح. هادشي بغيت نقول لكم راه ما بقات صالحه لوالو. هادشي بغيت نقول لكم اخوتي اخواتي، انا كما قلت لكم اخوتي درتها 13 من هنا و 13 من هنا كما كتشوفوا، وغادي نصطاليها معكم وغادي تشوفوا الطريقه باش غادي نركبها ان شاء الله.
كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي، انا جبت هاد لابوم ديال لاموس، فيها لاموس هو اللي غادي نحتاج بها باش نديرها في هاد البلاصه كما كتشوفوا هنا خاويه هنا، باش تزيرها. نقول احنا لاموس كما كتشوفوها هو الطريقه ديالها باش كاين عندك هنا محلو بزاف، كدير غير هادي بلا ما دير سيما بزاف باش ما تضيع عليك الوقت، والسيمه الا كان محلو بزاف ما تشدش بزاف كتملص هاد لاموس، كتزير كلشي لبوطه. وغادي نوريكم الطريقه باش نخدموها ان شاء الله. فيها كما كتشوفوا فيها الليكا هي الداخل، فهاد هي هو اللي كيركب هنا كما كتشوفوا، هذا كيركب هنايا في هاد البلاصه هادي. وغادي نوريكم الطريقه باش نخدمو ان شاء الله. اللي هذا الشيء بغيت نقول لكم ونشارك معكم حتى الاخر. كما كتشوفوا راه هو النيفو، راه هنا جبتها من هنا 13 ومن هنا 13 ومن هنا راه زايده بزاف كما كتشوفوا، هي هذيك اللي فيها 13. وغادي نخدموا خوتي خواتاتي، خليكم معايا خوتي خواتاتي. كما قلت لكم هاد البطه راه فيها جوج بيبان، واحد من هنا واحد من اللور. بلا ما نحل انا هنا البورتاي ديالي ونخرج باش نجيب البراوات من الداخل صافي ونجيبهم. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي بدات كتقفل بحال الخميره بحال العجينه، شفتوا كما كتشوفوا. وغادي نخليها ترتاح شويه، غادي تخرج راه غادي تخرج بزاف كما قلت لكم، غادي تزير البطه ما نبقاش نمسوا البطه حتى نشوفوا هذا الشيء. وخليكم معايا خوتي خواتاتي نفس الطريقه غادي نشوفوا برا كما كتشوفوا. انا خارج برا ها هي نفس الطريقة كما قلت لكم كما كتشوفوا. هذا ما غادي نقطعونا، شوف مازال باقي خضرها شتيها كتلصق، غادي نخليوها ترتاح شوية. وهادشي بغيت نقول لكم وغادي نتشاركو معكم خوتي خواتاتي. غادي نقو هنا نعيد هادشي باش نضربو المرطوب لهنا البلاصة، وهنا غنقطعو نحيد هادشي باش يتسدى مع هذا، هذا هذا يتسدى مع هذا باش يكونو بحال بحال كما قلتلكم. وكتشوفو البوطة هي ركبات، مخذت لي الوقت، هادشي بغيت نقول لكم. كما كتشوفو خوتي خواتاتي أنا خليتها حتى الصباح بات فيها هاد لاموس كما كتشوفو، كبيت عليها بات فيها هي قاصحة. ما قلت لكم البارح اللي قلت لكم خد حتى ديروها خلوها حتى لغد ليه عاد قطعو، هادشي اللي كيبان من هنا قطعو. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، هي كي راه ديك ترصات دابا كما كتشوفو، هي هادي ترصات. ودابا نوريكم كنحتاجو الليكات وكنحتاجو هاي الكيتور وهذا. واش بنقول لكم اخوتي حضوا راسكم هاد الكيتور، راه اخطر حاجة الى ضربك راه يشرق لك يديك ما يخليها صحة. ديروا الليكات، هادشي بغيت نقول لكم ديروا الليكات وخدموا بالعقل وراه ما تخافوا حتى شي حاجة، اي حاجة بغيتي ديروا تخدموا بها ديروا فيها الليكات وهذا. كنحتاجو كنحيدو هادشي هذه
كما كتشوفوا هو قطعتو حيدتو كيتيبازي، ولكن مزال غادي نقي نستمر مع تي ينقى. اش بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي كما كتشوفوا خوتي خواتاتي انا قطعتو حيدتو صافي، ودابا غندوزو برا ان شاء الله باش نحيد نفس الطريقه. غادي ندير اش بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي كما كتشوفوا خوتي خواتاتي حنا غنحلو البواطه. بسم الله، اول مره غنحلها نحلها معكم نتوما هاد البواطه كما كتشوفوا. ها هي هي هادي ان شاء الله كبيره، كتهز بزاف الباكيات الى جاو لك كنكومونديو فعلا الانترنيت وكيجونا كيحطو منو كيمشيو. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. او عندها الباب من اللور هنا نعطيكم، وهذا ثاني ها هو كما كتشوفوا. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. غنسدوها دابا، غادي نمشيو نغطو هنا هاد الدوائر اللي حليت هنا، عندي ليهم السيما ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. كما كتشوفو خوتي خواتاتي انا خوات شويه السيما، ودابا غادي نرش شويه الماء هنا. ولا مسيو كيما كتشوفو خوتي خواتاتي، داز عليا واحد السيد قال لي السلام عليكم، قلت ليه سلام، قال لي بوجور، قلت ليه بوجور. كيما كتشوفو وكنخدمو هكدا كنتكلو هنا كتشوفو. عاد سولوني علاش درت سكوش باش ما توسخ ليا البطاطا، قلتلكم كما كتشوفوا خوتي خواتاتي بهذه الطريقه هي هذه. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي بهذه الطريقه اللي وريت شارك معكم، وغادي نستمر كما قلت لكم. انا درت ليها السكوتش هنا باش ما يطيح عليها هادشي كما كتشوفوا، وهذا باش ما تبقاش نقي فيها، نحيد ليها السكوتش وتبقى نقيه كما كتشوفوا. وغادي نستمر معكم خوتي خواتاتي كما كتشوفوا. ها كما كتشوفوا خوتي خواتاتي غير الرمله والسيما، وهي كما كتشوفوا كتشد كما قلت لكم. راني درت ليها السكوتش كما كتشوفوا، وغادي نستمروا. كما قلت لكم خوتي خواتاتي درت ليها كلشي، وكتشوفوا هادشي داز هنا مازال باقي هنا، نشدها واحد شويه تشد، وندوز واحد البونج هنايا باش نقي هاد هادشي كيديباسا هنايا، هادشي كيبان لكم هنا كتشوفوا. غادي نحيدو هادشي بغيت نقول لكم، وغادي ندوز للور الداخل ديال الدار، عندي بنفس الطريقة كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. أنا دوزت كلشي هاد الشي درتو، درت السيما مع الرملة خلطتها كما كتشوفوا، هاهي لصقات في البواطا، بعد البواطا لصقات داك الجوان اللي كتشوفوا درتو. وهادشي اللي دايز هنا راه غندير معاكم واحد الفينيسيو ديال واحد البونجا، مغاديش نخلو هادشي كيطلع الفوق،
غتكون بحالها بحال هنا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، غنسكن لتحت ونفس العمليه غندير اللور. خليكم معايا خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا الباط ديال البراوات هي صيبتها كما كتشوفوا البارح، واليوم غادي نحل مع كما كتشوفوا. شوفوا اش جات شي برا، ها هي.